تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. العبادة الثانية التي تدفع البلاء وهي ملازمة الاستغفار. هذا الاستغفار أيها الأحباب الكرام من أهم الأسباب ندفع بها البلاء، حتى قال بعض الصالحين أن أعظم تلقيح هو موجود الآن، التلقيح ضد كورونا موجود في كتاب الله تعالى، لا نبحث عنه دوما في الصيدليات أو في المصحات، موجود في كتاب الله، هو ملازمة الاستغفار. مجرد أن تستغفر المولى، كورونا هو جندي من جنود الله وبلاء من بلاء الله، حينما يقترب منك وأنت تستغفر فإنه يخشاك وإنه يهابك وإنه يرتعد منك ويرجع. كورونا إذا أراد أن يؤذي أحد أبنائك وبناتك، أراد أن يؤذي زوجتك، أن أراد أن يؤذي والديك، أراد أن يؤذي أحد أحبابك وكنت من المستغفرين، فإن كورونا ما إن يقترب من دائرتك حتى يرتعش ويخاف ويعود، لأنه جندي من جنود الله وهو مأمور. وإذا كنت أنت من المستغفرين فأنت ولي من أولياء الله وأنت من أهل الله، لا تخاف أبدا، إلا من سبق في علم الله أنه سوف يصاب فإنه سوف يصاب، وإن شاء الله تعالى شهيد، وإن شاء الله إلى الجنة مباشرة، وإن شاء الله في ضيافة الرحمن. فالاستغفار أيها الأحباب الكرام من أهم الأسباب لدفع البلاء. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أمانان كان على عهد رسول الله، أمانان كان على عهد رسول الله، رفع أحدهما وبقي الآخر، فقالوا: ما هم هذان الأمانان؟ الأمان الأول هو سيدنا النبي، سيدنا النبي كان أمان. المجتمع الإسلامي الأول في عهد النبوة في مكة والمدينة الناس كانوا يشعرون بالأمان، ما دام سيدنا النبي معهم في أمان. وقع خسوف ووقع كشوف ووقع إعصار ووقع أمطار طوفاني، ولكن لم يتأذى أي أحد ما دام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معهم، لم يتأذى حتى المدينة المنورة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إليها وكانت تسمى يثرب، وكانت فيها أوضاع غريبة، كان فيها الهواء كان ملوثا، والبيئة كانت فاسدة، وكانت فيها مستنقعات مائية، فيها أمراض متنقلة، أمراض غريبة تتنقل بالعدوى. فلما دخل صلى الله عليه وسلم قال: يا رب إنها اسمها يثرب وأنا أسميها طيبة، اجعلها طيبة يا رب، اللهم ادفع عنا وباءها وادفع عنا خطرها واجلب لنا خيرها، بارك اللهم في سمائها وأرضها وترابها وهوائها، بارك اللهم في أشجارها ونخيلها وثمارها، بارك اللهم في أسواقها وصاعها، بارك اللهم في أهلها، فحلت البركة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة رأى في المنام أن امرأة سوداء شعرها منتفش رائحة ونفينة تخدش وجهها وتجري بعيدا حتى خرجت من حدود المدينة، فقال: إنها التابعة التي كانت في المدينة خرجت تسمى الحرم، فصارت مباركة. ففي عهد النبي الكريم ما دام كان موجود الناس كانوا في أمان، لكن بشرنا الله تعالى أنه إذا انتقل سيدنا النبي بالرفيق الأعلى بقي عندنا أمان آخر. هناك أمانان، الأمان الأول رفعه الله وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الأمان الثاني ما هو اللي بقى عندنا؟ هو الاستغفار. ربنا عز وجل يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار مانع من وقوع العذاب بين الناس، حتى ولو وقع ما وقع استغفروا المولى وسوف نرى عجائب قدرة الله. كذلك أيها الأحباب الكرام، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله. العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله. غير تشعر بالخوف، غادي في السيارة، جالس في البيت ديالك، مشيتي للمستشفى، دخلتي لواحد المؤسسة، غادي مسافر، أي لحظة شعرت بالخوف، إياك أن تجزع، استغفر المولى، فأنت في أمن وأمان وسلم وسلام ورعاية كاملة من الرحمن. ملازمة الاستغفار. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.